متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الثلاث أيام القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها عن زخات الأمطار جنوب غرب المملكة وأيضا تركز هذه الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية يوم الاثنين، وأيضا هناك فرصة لغبار وأتربة مثارة على العاصمة الرياض يوم الثلاثاء. أنتقل الآن لصور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار الكميات من الغيوم المتوسطة والعالية والركامية في منطقة جنوب الربع الخالي. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب. خلال الساعات القادمة يتوقع أن تتحرك هذه الكتلة الرطبة غربا باتجاه المرتفعات الجنوبية الغربية. نستعرض الآن خرائط توزيع الأمطار اعتبارا من الأحد وحتى يوم الثلاثاء، حيث لاحظ تركز هذه الأمطار في جنوب المملكة تحديدا، أيضا أو تتركز عفوا بشكل أشد في المنطقة الجنوبية الغربية، حيث اعتبارا من ظهيرة وعصر يوم الاثنين يتوقع أن تبلغ ذروة الأجواء الغير مستقرة فوق مرتفعات جازان وعسير، وبالتالي هناك فرصة عالية لتشكل السيول وأيضا ارتفاع مستوى المياه في الطرقات وأيضا فيضان الأودية بفعل الأمطار الغزيرة المتوقع أن تهطل يوم الاثنين فوق المرتفعات جازان وعسير خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. تبقى فرصة الأمطار مستمرة على المرتفعات الجنوبية الغربية لكن بأقل شدة يومي الاثنين عفوا يوم الثلاثاء والأربعاء. أما بالنسبة لخريطة توزيع الأنظمة الجوية أو توزيع شدة هطول الأمطار المتوقع يوم الاثنين، كما ذكرنا تركيز هذه الأمطار سيكون في المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا مرتفعات جازان وعسير، حيث ستكون هذه المنطقة ضمن نطاق تأثير هذه الكتلة الرطبة. زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة محليا في ساعات الظهيرة والعصر من يوم الاثنين، لذلك ينبه طقس العرب الإخوة المواطنين والمقيمين في تلك المناطق بتجنب عبور الأودية أثناء فترة تأثير العواصف الرعدية. أنتقل الآن إلى خرائط توزيع هبات الرياح من الاثنين إلى الأربعاء، حيث يلاحظ نشاط في سرعة الرياح أو رياح البوارح تحديدا في منطقة حفر الباطن وأيضا منطقة الرياض يوم الثلاثاء. تكون نشطة السرعة مع ساعات الظهيرة والعصر تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وبالتالي هناك فرصة عالية لتشكل موجات غبارية في العاصمة الرياض وأيضا أو في الخط الرابط ما بين حفر الباطن وصولا إلى العاصمة الرياض يوم الثلاثاء، وبالتالي هناك فرصة لتدني مدى الرؤية الأفقية. وأيضا ينبه هنا طقس العرب الإخوة السائقين ومرتدي الطرقات خاصة الصحراوية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر. أنتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية مع 31 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين غبار خفيف مع 45 درجة مئوية الصغرى 32، يوم الثلاثاء كما ذكرنا هناك موجة غبارية متوقعة على العاصمة الرياض مع رياح شمالية نشطة السرعة، بالتالي أتربة مثارة متوقعة 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 30. يوم الأحد تنخفض قليلا درجات الحرارة تسجل 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 31 درجة مئوية. في نهاية نشرتنا استعرض هذا الفيديو، حيث تسبب الهطول الغزير الأمطار على مدينة باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية بسيول وفيضانات أودت بحياة شخصين وغرقت العديد من المنازل. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.